المباراة الثانية اليوم جمعت الاتفاق مع العدالة، واستطاع الاتفاق أخيرا أن يحقق أول فوز على ملعبه بهدف اللاعب السلوفاكي فيليب كيش في الدقيقة 77. وانتصار الاتفاق جاء بعد 4 خسائر متتالية. بهذا الفوز الاتفاق يصعد للمركز الثامن برصيد 9 نقاط. هذه الخسارة هي الخسارة الرابعة على التوالي للعدالة، وبذلك يتجمد رصيده عند 7 نقاط بالمركز 11. نتابع للاتفاق، لا هو لسدس الله، الكل ثبت فيليب كيش، فيليب كيش للكوماندو، الكل كان في انظار باتجاه اخر الا نظر فيليب كيش، كان على الشباك الا انظار فيليب كيش كانت على الشباك، على الشباك، عينه على الشباك. الله على جول اول للكوماندوز، الله على فلسفه الاتفاق. وهذه الفرحه يا خالد العطوي، وقلتها مرارا، الارض تحب جباه الساجدين، ويا لفرحه خالد الدبل. انها والاخطاء، هذا الخطا اللي وصل من الجول، شوف شوف، يا سلام يا سلام، للحيطه مغطيه الزاويه صح، والبثلوثي رايح على الزاويه الثانيه، وفيليب كيش على بعد المباراة. الزميل عبد الله العمري مراسل البرنامج في الدمام التقى مع اللاعب السلوفاكي فيليب كيش لاعب نادي الاتفاق واللي سجل هدف المباراة. أعتقد أننا أظهرنا روح الفريق، ومن المهم الآن حصد 3 نقاط لتعديل مسار الفريق وإعادة الثقة مرة أخرى، لأننا قدمنا مستويات جيدة في السابق وقلت الثقة بسبب النتائج التي لم تكن لصالحنا. بالتأكيد اعتمدنا نفس التكتيك بالاعتماد على المهاجمين وخلقنا عديد الفرص، وعلينا إكمال ما نحن عليه واستغلال الفرص في المباريات القادمة لنكرر الفوز. حتى أنا معجب بالهدف وأتمنى المزيد من الضربات الثابتة. أنا سددت هدفين من ضربات ثابتة، صالح هدف واحد فقط.